السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواننا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. أنتقينا وأنتخبنا وربينا ملكات ذات امتياز ومواصفات جيدة. في هذا الوقت بالذات ماذا نفعل وكيف نختبر أداء هذه الملكات؟ يجب من طرح عدة قواعد حتى نختبر أداء هذه الملكة التي تم تربيتها على مواصفات عالية. وكيف نتأكد أن هذه الملكة ذات مواصفات جيدة تتصف بها حسب ما قمنا باختيارها من مواصفات؟ محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل أبو مازن الأهنومي من اليمن، تكون معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخانا حسين، أنا كنت أنتظر مثل هذا السؤال، لأن أحيانا نفلت المعلومة أو نرمي الكلمة ثم لا يلقي لها أحد بالا، ونحن نحمد الله نقول الحمد لله، فما نتج الشم الصعب ولا الذلول، ولا نتعنى عن الرد. لكن بما أنك سألت وانتبهت لهذه الجزئية فهي من الجزئيات الهامة جدا. دائما بننصح بانتخاب الملكات وانتخاب الذكور، ثم بننصح بتلقيح الملكات، إما تلقيح عن طريق العزل المكاني إذا وجدنا جزيرة أو صحراء أو مكان بعيد، أو عن طريق العزل المكاني الزماني، أو عن طريق التلقيح الصناعي لنوجد ملكات F0 ثم نربي منها بالتلقيح الطبيعي والانتخاب الطبيعي. لكن أبدا لم نتطرق إلى كيف نختبر هذه الملكات بعد الإنتاج. عندي ملكة ربيتها من ملكة جبارة وتلقحت من ذكور جبارة، هذه الملكة كيف أخضعها للامتحان للاختبار لكي بعدين إذا أردت أن أعلن وأقول أنا عندي ملكات منتخبة أكون مع صادق مع نفسي أنا أولا ثم مع الزبون الذي بيشتري، بغض النظر عن سعر. أنا لو أسوي هذه الطرق من أجل أن أبيع، صدقوني ما تكفينيش العشرة الألف، ما تكفينيش العشرة الألف في ملكة ربيناها بطرق انتخابية قوية ثم أخضعناها للاختبار، اختبار الأداء، اختبار العمل، لا يتم من خلال النوية أو لا يتم من خلال القسمة الصغيرة، ولا يتم أيضا أن أترك الملكة هذا حتى يعني مثلا نضعتها في قسمة من إطار أو إطارين ثم أترك هذه الملكة، الملكة تكبر معها وأراقب نشاطها على مدار سنة. لا، أنا أريد أن أختبرها بسرعة لأنني أريد أن أبيع وأضمن وأقول لها الملكة هذه قوية في البناء، قوية في الانطلاق، قوية في وضع البيض، وذات صفات جيدة. طبعا لأنني أخذتها من ملكات ذات صفات جيدة وذكور جيدة. كيف أختبرها يا إخوان؟ هذا الأمر لا يتم مع إطار أو إطارين ولا ثلاثة، هذا الأمر لا يتم إلا مع النحل، إلا في خلية ذو كثافة عالية. من أجل لا نترك عذر
لهذه الملكة تتعذر به. ترجع تجي تقول لنا يوم ثاني تقول آه أنتم بتختبروني لكن وشتوني أبيض كثير، كم عندي نحل حاضن؟ ما عنديش نحل حاضن، الروح العبوا بعيد عني، لا قد معي نحل حاضن حاكموني. تجي الملكة الأخرى تقول لها مالك ما ليش ما اشتغلتي؟ تقول كيف اشتغل وما عندي نحل حارس يجيب لي غذاء ولا يتحرك ولا إلا بروتين ولا غذاء ولا رحيق وأنا أضع البيض ويفقس ويخرج مني يرقات ولا تدري الحاضنات من أين تأكله. لا يجوز أن نترك لهذه الملكة أي عذر عند اختبارها، لا، نوفر لها جميع الظروف والمتطلبات للانطلاق، وبعدين إن انطلقت انطلقت وأعطيناها شهادة بأنها ما شاء الله ذات صفات جيدة منتخبة من أصل وراثي ممتاز، وأيضا كان أداءها وعملها رائع وجبار. كيف ذلك؟ يجب أن نضعها في خلية على الأقل، على الأقل النحل يكون فيها على الأقل وزن النحل يكون كيلو إلى كيلو ونص نحل على الأقل، يعني 5 أقراص 6 أقراص فما فوق. عند ذلك أقوم باختبارها لمدة شهر أو شهرين في ذروة المراعي. عندي المرعى ممتاز حبوب لقاح، عندي الرحيق جيد أو تغذية سكرية، عندي خلية قوية 6 أقراص فما فوق، أو أجهز نحل عن طريق النفض لا يقل وزن النحل عن كيلو إلى كيلو ونصف نحل مع هذه الملكة، ثم أدخل عليها على هذا النحل هذه الملكة، ثم أراقب عملها. كل شيء متوفر لها الآن، النحل الحاضن عندها كثير، النحل السارح لا بأس به، الغذاء متوفر، يأتي بحبوب لقاح متنوعة، يأتي برحيق، يأتي بتغذية سكرية، ما عد مع أبوش ما تشتغلي، اشتغلي وإلا عملنا عليك إكس. وقلنا انتخبنا وأدينا جهدنا لكن للأسف طلعت مش ولا بد. إذن علشان أعطيها نتيجة يجب أن أرميها في معمعة الحرب وكل أدوات الحرب موجودة في يدها، تستطيع أن تقوم وتخوض معركتها بكل كفاءة. فإن خاضت المعركة بكفاءة ورأينا انطلاق في وضع البيض بشكل جميل، عدم ترك فتحات لأنه لا يفترض أنها ما تزوجت زواج أقارب، عدم يعني انتظام الحضنة، انتظام وضع البيض، قوة في وسرعة في البناء، تسابق النحل ما تراها يبدأ النحل في مط الإطار إلا وقد وضع باشرت في وضع النحل يبني في جهة وهي بتضع بيض في الجهة الأخرى. هذه انتخبناها انتخابا جيدا من أصل وراثي ممتاز، ثم انتخبنا لها ذكر وزوجنا برجل شنب، ثم أخضعناها للاختبار ورمينا بها في ميدان المعركة وزودناها بالأسلحة التي تستطيع بها خوض المعركة. فإن خاضت المعركة وانتصرت اعطيناها الشهادة واستطعنا نقول يا إخوان عندي ملكات للبيع، ملكات ملقحة ومنتخبة وقوية الأداء، أشتي فيها 20-30 ألف وأنا رأسي مرفوع. أول ما يأخذها الأخ هذا سيرى عجب العجاب، لكن أربي وانتخب وكذا ولقح، وبعدين تكون هذه الملكة فيها ضعف من لأنك ما تقدرش ما قد مرت بجميع مراحل تربيتها، قد يعتريها بعض الضعف. ثم تضعها في خلية
مكونة من إطار أو إطارين، باظت لك بقعة من الحضنة اشتغلت ولا بأس، بتشتغل بتشوف فني بتشتغل، حجمها كبير ما شاء الله، دبابة بتدبدب فوق لا 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 بتدحرج فوق الأقراص وبتبيض، لكن ما خضعتش لاختبار حقيقي لا من حيث المناخ ولا من حيث المرعى ولا من حيث القوة الداخلية، القوة السارحة والقوة الحاضنة، ف بتبيعها على أنها منتخبة ثم تصل عند الزبون تبنشر. فهذه أنت أوسعت أو أفرغت وسعك في الحصول على ملكة جيدة، لكن لم تخضعها للاختبار الصعب. تحياتي يا حسين الأهدل وللجميع طبعا.